ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى نجوم باريس، اوكي، وفيتشرنج فانز، اوكي، لان الفانز انا شفت انه في لايف عايز اتفرج عليه، لايف ساعه وشويه مع الفانز، هم اللي كتبوا له وهو عمل الاغنيه دي عن طريق الكلمات بتاعت الفانز بتوع، اوكي، دي 2019. الاغنيه دي قديمه، اوكي، ما علينا. خلينا نخش نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. اوكي، هي دقيقتين ونص. حلو، اوكي، يلا ليتس جو. دخل على طول كده. ايه عملت ويف انا البحر، فقدت نفسي من بتاع 12 شهر. ايه عملت ايه غير السهل؟ وشوش كداب عمري ما بقى ليكم ظهر. انا في باريس ودماغي رايقه، ماشي معلم على الدايره، ما تحبينيش انا عيني زايغه، مش بغير النار لسه مش قايده. ايه مدي وضع الانتظار، دايما في حاله انتصار، ما عملش فيت مع الصغار، بكتب مع بيفكرني بهيري ماك لو حد عارفه، اللي هو بيبقى فاتح مثلا اوميجل او مثلا بيبقى في الشارع ويقول للناس ادوني ثلاث كلمات. لو انت عارفينه اوكي اتفرجوا عليه، لو محدش يعرفه اتفرجوا عليه. شخصية عبقرية فشخ، واول حد اشوفه واول حد اصلا يعمل كده، تديله ثلاث كلمات، اي كلمات تكون ملهاش علاقة ببعض، ويبتدي يراب عليها، فاهم؟ مفيش مرة يعني قابله حد في الشارع او في اوميجل غير لما عمل اغنية جامدة فشخ، فاهم؟ كأنه كتبها، فاهم؟ اللي هو سبحان الله بيعمل يعني. حتى هما في الناس اللي في الفيديو، لما الناس بتيجي بتقول له مثلا كلمات، وفي اخر لما بيخلصوا بيقولوا انت كانك يعني ايه، اللي هو انت في بارات، يعني انت بتقول بارات، فاهم؟ ده اللي فهمته، ان هو يعني بيقول بارات، اوكي، ان هو مش يعني كانه كاتبها، فاهم؟ او مجهز الكلام ده، تحس ان هو كانه مجهز، لان بيتكلم وبعد كده رايح للكلمه الثانيه وبعد كده مش عارف ايه. جامدة فشخ. مش مثلا زي بقية الرابرز يديني كلمة وراب عليها، فاهم؟ ويقعد يعيد يزيد في البار بتاعه، فاهم؟ لا، هاري ماك حاجة تانية. فهو مفكرني بهاري ماك بحوار ان الفانز يقولوا له كلمات وبتاع ويركبها ويخليها تبقى ان يعمل منها اغنية، فاهم؟ جامدة فشخ، فكرة حلوة. الفانز بار، مش باصص في ساعتي، حاسس دايما في حالة انتصار، ما عملش فيت مع الصغار، بكتب مع الفانز بار، مش باصص في ساعتي، حاسس اوكي سن لسه الفانز بار، ما عملش فيت مع الصغار، بكتب مع الفانز بار، مش باصص في ساعتي، حاسس ان لسه بدري، شارب كاس وماسك نفسي، ليه بتطلبي ومش بتحاسبي؟ عيال كتير يمين وشمال، محدش فاهم السؤال، لوحدي خالص قاطع الارسال، منفض للي اتقال، لوحدي على طول، خارج نطاق الخدمة مش موجود، ما ترنيش انا مشغول، مفيش في قلبي غير بارود، نجوم في السما لونها فضي، كلام القلب مش بيقضي، عقلي دهب مش بيصدي، نجوم في السما لونها فضي، مفيش في قلبي غير بارود، نجوم في السما لونها فضي، كلام القلب مش بيقضي، عقلي دهب مش بيصدي، بولعها وانت تطفي، صحيت من النوم كسرت المنبه، مرضتش اقفله كنت مكسل، ما تقاطعنيش وانا بسترسل، الفانز بتكتب وانا اسجل، هنا دمي تقيل زي القنبله، كلامي سيف على رقبتك زي السلسله، من فرنسا لحد قريه فلفله، بتحور مش هكدبك، حصل خير يا معلم مش مشكله. ايه عملت ويف انا البحر، فقدت نفسي من بتاع 12 شهر. ايه عملت ايه غير السهل؟ وشوش كداب انا عجباني جدا يعني، واو. طب هو يعني هو كلامهم كان مترتب يعني في انا عايز اشوف
عايز اشوف بس انا اللايف اللي انا شفته في حته شفته انا قلت على اساس ان كنت عايز اعمل رياكت على اللايف نفسه. اوكي طبعا هو ايه عادي ينقي بس ما كانش مكتوب في الشات يعني الشات انا مش شايف الكلام مكتوب بس انا شايف بس هو مروان بابلو ان هو كان بيتكلم مع الفانز وبتاع بس ما فيش الشات عشان اعرف اذا كان هو بياخد مثلا كلمه من كل واحد ورا بعضه ولا هو بينقي الكلام من الناس ويمشيها فاهم. بس عمري ما بقى ليكم ضهر انا في باريس ودماغي رايقه ماشي معلم على الدايره ما تحبينيش انا عيني زايغه مش بغير النار لسه مش قايده ايه مدي وضع الانتظار دايما في حاله انتصار ما عملش فيت مع الصغار بكتب مع الفانز بار حلوه دي عجباني الاكثر اللي محليه الاغنيه دي بصراحه ان الفانز اللي هو كل ما تتخيل الناس هي اللي هي اللي عملت او اديت له الكلام الجمل فاهم هو عملها اغنيه فكره حلوه جدا هي دي اللي محليه بصراحه الاغنيه دي بالذات. اوكي علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد انا مش عارف ليه انا قاعد في الاخر كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.